مدارس بناء المستقبل الثانوية مادة الثقافة المالية. أهلا وسهلا فيكم طالبات الصف الثامن الأساسي. رح نبدأ اليوم إن شاء الله بالوحدة الرابعة اللي هي وحدة البنوك. الدرس الأول من هذه الوحدة حافظ على مالك. قبل ما نبدأ بدرسنا الجديد بدنا نعمل مراجعة سريعة لآخر درس أخذناه اللي هو درس الدخل في مواردك. حكينا بدرسنا ينبغي علينا دائما دراسة واقع مواردنا أو دخلنا ومصروفاتنا حتى نضع خطة. الخطة هاي راح تمكننا من إدارة أموالنا بطريقة فاعلة. وتعرفنا إنه في عنا إشي اسمه عجز وإشي اسمه فائض. العجز والفائض هم مقدار الاختلاف ما بين النفقات المصروفات والإيرادات أو الدخل. فالفائض هو انخفاض النفقات عن الإيرادات، أما العجز هو زيادة النفقات عن الإيرادات. رح نتعرف في درس اليوم على خيارات الادخار، ثم رح نذكر مزايا وعيوب كل نوع من أنواع خيارات الادخار وحفظ الأموال، وأخيرا رح نستنتج مع بعض أهمية الحق. إلى البنوك. تعلمنا سابقا أهمية قرارات الادخار والإنفاق، وعرفنا إنه دخلنا لازم يفوق نفقاتنا حتى ما يصير في عنا عجز. وكمان تعلمنا كيفية وضع ميزانية بسيطة خاصة فينا. أما بدرس اليوم بدنا نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة، مثل أين سنحتفظ بمدخراتنا؟ كيف سنتابع مدخراتنا؟ هل مدخراتنا آمنة؟ وهل سندخر على نحو فردي؟ الآن حتى نستطيع إن إحنا نحتفظ بمدخراتنا بمكان آمن نستطيع نتابعها، إذن بدنا نتعرف على خيارات أو طرق الادخار. ممكن الادخار يكون في المنزل، أو ممكن يكون عن طريق نادي الادخار، وممكن يكون في الحساب الشخصي في البنك، وممكن عن طريق الجمعية. ورح نتعرف على مزايا وعيوب كل نوع من هاي الأنواع. وأول طريقة اللي هي الادخار في المنزل، طبعا هي طريقة تقليدية جدا لحفظ الأموال، مثل إنه إحنا نحط الأموال بعلبة معدنية أو في حصالة. ممكن إنه نخبئهم تحت الفراش، ممكن إنه نخبئ الأموال في خزانة الملابس، أو حتى ممكن نضعهم في درج المكتب في المنزل. طبعا زي ما ذكرنا إن هي طريقة جدا تقليدية، بس ممكن يستخدموها الكبار أو الصغار، وإلها عيوب كثيرة، مثل إنه ممكن يتعرضوا الأموال للسرقة، ممكن يتعرضوا للتلف، للحريق، ممكن إنه إحنا نتعرض للنسيان، يعني ننسى إحنا وين خبأنا هاي الأموال. مشان هيك ممكن إحنا نفكر بطريقة ثانية تعالج لنا عيوب الطريقة الأولى. النوع الثاني هو الحساب الشخصي في البنك. هاي الطريقة برضو إلها مزايا وإلها عيوب. من مزاياها أولاً يوضع المال في خزانة مغلقة في مبنى آمن، يعني هيك بتكون الأموال محفوظة بطريقة إنها مستحيل تتعرض للتلف أو للسرقة. ثانياً أنواع مختلفة من حساب الادخار للاختيار من بينها، ورح نيجي على أنواع الحسابات البنكية في الدرس الثاني إن شاء الله. النقطة الثالثة تفرض رسوم على معظم المعاملات مثل السحب، وهي تعتبر من عيوب الحسابات الشخصية في البنوك. أما النقطة الأخيرة إنه يتم تنظيمها عن طريق الحكومة، وهذه تعتبر من مميزاتها. الطريقة الثالثة وهي طريقة نادي الادخار. طبعا في هاي الطريقة بتكون للأصدقاء أو للأهل، ممكن إنهم كلهم يعملوا حساب واحد في البنك، بس هذا الحساب ما بيكون معمول بشكل عشوائي، بحيث إنه بيكون لكل عضو من هذول الأعضاء سجل عن ودائع هذا الحساب، ويتم تحديد قواعد خاصة بسحب الأموال حتى كل عضو
يكون عارف مقدار الأموال اللي موجودة بهذا الحساب وكم هو أودع وكم سحب. وأخيرا الطريقة الأخيرة رقم 4 رابطة المدخرات والائتمان اللي احنا بنسميها الجمعية. هي عبارة عن مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب بيكونوا عادة من المجتمع نفسه بيقرر إنهم يعملوا جمعية مع بعض، فبيختاروا شخص يكون هو المنسق من ضمنهم، يودع الأعضاء المبلغ نفسه في كل شهر مع شخص منهم اللي هو المنسق تبعهم، ثم تذهب الأموال التي تجمع عادة إلى أحد أعضاء المجموعة في كل شهر بالتتابع. يعني كل شهر واحد من هذول الأشخاص هو اللي راح يأخذ هاي الأموال. وغالبا ما يقرر الأفراد استخدام هذه الطريقة لهدف معين، إما لتلبية حاجات أو رغبات. والآن بعد ما تعرفنا على أنواع خيارات الادخار وعرفنا كل نوع مزاياه وعيوبه، وكانت أكثر طريقة إلها مزايا هي الحساب الشخصي في البنك، لازم نعرف أسباب الحاجة إلى البنوك. في عندي عدة أسباب، أول سبب منها الأمان، وزي ما ذكرنا سابقا هو إنه الأموال في البنك مستحيل تتعرض للسرقة أو للتلف أو حتى إنهم يتعرضوا الأفراد لعمليات النصب. السبب الثاني هو جاهزية الأموال، يعني في أي وقت يستطيع الفرد إنه يسحب أمواله من البنك. السبب الثالث هو التمويل، والمقصود بالتمويل هو احتياج الأفراد للموارد النقدية حتى يمولوا مشروعاتهم، وهذا الإشي بيحصلوا عليه من البنوك أو من المؤسسات المالية. وآخر سبب هو الادخار، والمقصود في الادخار هو توفير بعض النقود لحاجات ورغبات مستقبلية، وهذا الإشي بيستطيعوا إنهم يوفروه في البنك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم، بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وبنتظر إجاباتكم واستفساراتكم. نلتقي إن شاء الله في درس آخر. مع تحيات قسم الحاسوب والثقافة المالية.